السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الأخوة الكرام، باسم مرصد البحرين لحقوق الإنسان نرحب بكم ونتقدم لكم بتحية إكبار وإعزاز لوقوفكم الدائم مع شعبكم فيما يتعرض له من محن تقوم بها سلطات هذا البلد في كل مرة يتعرض هذا الشعب لمحنة تلو الأخرى. في هذا اليوم أيها الأخوة والأخوات، نقف متضامنين في هذه الوقفة لنسجل رأينا فيما يتعرض له المجلس الإسلامي العلمائي، وفي هذه الوقفة التضامنية نتحدث فيها عن محاولة لتكميم الأفواه، تكميم أفواه مؤسسات مستقلة تعبر عن رأيها بكل حرية. هنا لا يسعنا إلا أن نؤكد أمام هذه الحالة المتواترة من المواجهة بين القوى التي تريد التقدم للأمام من أجل إحقاق الحق والعدل والمساواة، من أجل شعب لا يحب أن يشد للخلف رفضاً للتقدم وحفاظاً على مصالح ونفوذ من يقف عائقاً أمام مؤسسات تنشد الحرية والتقدم. اليوم يمكن القول: أليس لجميع أبناء هذا الوطن حقوق أساسية؟ الحقوق الأساسية واضحة في القانون ومعترف بها في الدساتير والمعاهدات الأممية التي وقعت على بعضها مملكة البحرين. أليس لحرية الاعتقاد واحترام المذاهب والقيم الدينية أهمية في دولة تقول أنها تحترم القانون وتحترم التعددية المذهبية؟ ألا يجب أن نعمل من أجل المساواة بين الطوائف؟ إذن لماذا استهداف المجلس الإسلامي العلمائي؟ فهل هذا الاستهداف هو محاولة نابعة من سياسة للتهميش، تهميش الطوائف، تهميش المكونات في هذا الوطن؟ ألم يكفي ما جرى من إقصاء وفصل واعتقال وتعذيب وغيرها من الانتهاكات الموثقة في التقارير المحلية والدولية؟ هل نسأل هذا النظام الذي يمارس سياسة الانتهاك، هل الوسيلة الوحيدة لتكريس مفهوم المواطنة المتساوية هو استهداف المؤسسات المستقلة التي كما نتضامن اليوم فيها مع المجلس الإسلامي العلمائي؟ هل هو استهداف هذه المؤسسات؟ هل المطلوب أن توقع هذه المؤسسات كما المجلس الإسلامي العلمائي على ما تريده السلطة؟ هل المطلوب إجبارها على أن تقول نعم نعم معكم؟ ولنا في العديد من مؤسسات المجتمع المدني أمثلة كثيرة. ما حدث للمعلمين، وما حدث للمحامين، وما حدث للأطباء، وما حدث للمركز البحريني لحقوق الإنسان، كلها أمثلة تدلل على الاستهداف الممنهج والواضح لمؤسسات تريد أن تقول نحن نسير حسب ما يرتئي من ينضوي تحت هذه المؤسسات الشرعية لمن قام هذه المؤسسات. هذه المؤسسات لا تسير في فلك النظام ولا تسير في فلك من هم من أصحاب النفوذ وأصحاب المصالح. نلاحظ حالات التضييق المستمر على أوجه متعددة من خلال شرعنة بعض القوانين التي لا تواكب حرية الحركة والعمل لهذه المؤسسات. كلكم ترون صدور العديد من القوانين التي تكبل الحركة للمؤسسات المجتمع المدني في حركتها وعملها. اليوم نلاحظ أن استهداف مؤسسات المجتمع المدني بكل أبعادها، استهداف المجلس العلمائي اليوم كما استهدفت في السابق غيره. هل نحن أمام حالة تزاوج بين
العقلية الأمنية، وبينما نراه من استخدام السلطات الثلاث، أؤكد السلطات الثلاث، هناك مزاوجة بين العقلية الأمنية باستخدامها للسلطات الثلاث في مواجهة من يختلفون معها، هذا ما نلاحظه اليوم، وهي محاولات واضحة لضرب الثوابت الوطنية. أعزائي، لا يخفى عليكم أن استهداف المجلس الإسلامي العلمائي اليوم كمؤسسة مستقلة لها وضعيتها الخاصة في إدارة الشأن الديني وإعطاء الرأي فيما يتعلق بأمور هذه الفئة من الشعب هو نتاج حملة إعلامية مركزة ضد هذا المجلس. يعني واحد يرفع واحد يكبس. ركزوا معي، الحملة الإعلامية المركزة من بعض المهرجين هي كانت المقدمة الأساسية لضرب المجلس العلماني. ويا للأسف أن يكون أصحاب القرار اليوم لهذا الاستهداف هم من يمارسون التضليل والهجوم المتكرر على جميع من يختلفون معهم. يعني للأسف يعني حملات إعلامية تعطي صاحب القرار المساحة الواسعة لضرب مؤسسات. طيب أعطونا مساحة أيضا، أعطوا مؤسسات المجتمع المدني مساحة، أعطوا المعارضة مساحة في الإعلام حتى يرد أيضا، حتى يعبر عن وجهة نظره، هذا غير موجود. تقام الحملة الإعلامية على المجلس الإسلامي ومن ثم يصار إلى أوتوماتيكيا الاستجابة إلى هذه الحملات لوقفة أو الحد من نشاطه. هذه استجابة خاطئة لهذه الحملات، لأن استجابة تؤكد القمع والاستهداف واتخاذ إجراءات منافية لحرية العمل وحرية الاعتقاد وحرية الناس فيما يريدون. يعني في مفردة دائما تتكرر تقول، يعني يقولها الإعلام أو يقولها بعض المسؤولين، المكتسبات الوطنية، دائما يكررون المكتسبات الوطنية. طيب خلينا ندخل في هذه المفارقة، كيف المكتسبات الوطنية؟ كيف تكون في مكتسبات وطنية في الوقت اللي أنت قاعد تجرد مؤسسات المجتمع المدني من قدرتها على الفعل والحركة؟ هل نحن غير المجتمعات الثانية؟ هل نحن مختلفون عن المجتمعات في العالم مميزون؟ لا، إحنا يجب أن نتساوى مع كل العالم في قدرة مؤسسات المجتمع المدني على العمل وعلى الفعل، وهي حالة حضارية أيضا إلى البلد إذا سمحت بالمجال لكل مؤسسات المجتمع المدني بالعمل. اليوم هم يعتقدون باستهداف المجلس الإسلامي العلمائي وقف هذا المجلس ووقف ضميره المتكلم. أنت تستطيع أن توقف المؤسسة، لكن ما تستطيع أن توقف الضمير، لا يمكن. وهذا يعني يشكل مفارقة، بأنه بلد يجب أن تفتخر بمؤسساتها، يجب أن تفتخر بأبنائها، بدل أن تقمعهم وتوقف مؤسساتهم عن العمل. في الختام أعزائي، كما قالها الرفيق المناضل إبراهيم شريف الأمين العام لجمعية وعد، أن الأفكار لا يمكن اغتيالها واعتقالها ولا يمكن هزيمتها، لذلك تغيير ضمائرنا واعتقاداتنا بممارسات لا تقرها الشرائع جميعا هي أسلوب خاطئ لا يمكن أن يستمر. وشكراً.